السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم يعني في سحور مع بعض الشباب يعني في مدينة طرابلس في ليبيا، يعني شباب ما شاء الله نشطين وقاعدين الساعة 1:30 وما زال يعني كيف بادي الحركة في مدينة طرابلس، بادي النشاط في مدينة طرابلس. بعد يعني دائما مدينة طرابلس في رمضان يعني ليلها طويل والناس كلها تطلع في كل مكان، والشباب اليوم جالسين معانا في هذه الجلسة ويتسحروا معانا في سحور الشبابي. معايا طه الباروني وهو يعني دكتور أسنان، وأيضا معايا إبراهيم النايلي وهو أيضا دكتور أسنان. حبينا اليوم يشاركونا ويتسحروا معانا ويكون حديث ونقاش جميل جدا مع الشبابين هما. يعني حاولنا ان احنا قبل ما نطلع على الهواء نتكلموا على موضوع اللي صاير في ليبيا ونشاط الشباب خاصة في بداية رمضان. دائما في نشاط كبير جدا للشباب، يعني سواء في طرابلس سواء في ليبيا بصفة عامة يكون في نشاط كبير جدا، حملات تطوعية، حملات دعم للأسر النازحة، حملات دعم للأسر المحتاجة و و و فيعني اليوم حنتكلم عن موضوع الشباب وأيضا الـ 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 الكلمة اللي هي اللي اتفقنا عليها الشباب و الكلمة اتفقنا عليها الشباب و الإيجابية، الشباب والإيجابية. أنا بس نشوفك متذكر مش متذكر، ننطلق إن شاء الله. يعني أول ما تسمع كلمة أنا يعني ما نسمع شباب إيجابية وشهر رمضان، شو نخطر في بالك أنت يا طه؟ والله هو الشباب في شهر رمضان يجب أنه يكون إيجابي أكثر من لقي ميكروفون شوية خير. تمام، واضح حكي. تمام، الشباب في شهر رمضان يجب أنه يكون إيجابي أكثر من أي أوقات تانية. الشباب في شهر رمضان العطاء متاعه يجب أنه يزيد. الشباب في شهر رمضان، وهذا نشوف فيه واضح الحقيقة، يعني في مساجدنا نشوف فيه واضح حاليا في ليبيا في طرابلس تحديدا نشوف فيه واضح. ما شاء الله الشباب ناشطين جدا، العطاء متاعهم في كل مكان، تلقاه في الطرق، تلقاه في المساجد، في المؤسسات تلقاه، يعني ما شاء الله عليهم حق، مش مقصرين شباب في رمضان. باي كويس، يعني قلت كلمة يعني عجبتني فعلا. يعني هل حتى نشاط الشباب في رمضان والفعالين بتاعها حتى في المساجد يعني يكون؟ اي نعم، موجود نشاطات في المساجد، تلقاها نشاطات في المساجد، تلقاها جماعة دايرين جمعيات بحيث ان هم يدعموا الأسر اللي هي محتاجة في رمضان، جمعيات بحيث ان هم يدعموا الناس زي ما قلت، يعني ما عندهمش ان هم حتى باش يفطروا، يعني فهمتني، ان هم يوفروا لهم ان هم يجمعوا في مواد غذائية، يجمعوا في تبرعات، يجمعوا في اشياء زي هذه، ان هم بعدين ان شاء الله يوزعوا فيها، يديروا فيها في اكياس وشيء زي هذا، يوزعوا فيها على الأسر ان هم يستفيدوا بها ان شاء الله. هل تكون حتى ايجابيه، يعني تو نجيك حتى ابراهيم ندخلك معنا في الحديث، يعني ايجابيه هتكون في العباده مثلا، في ايجابيه بالنسبه لي دائما نشوف احنا في المساجد في رمضان، يعني نشوفه خاصه متلوله، نشوفها ما شاء الله مكتظه ومعبيه بشباب بصفه عامه، يعني هل الايجابيه تكون حتى في العبادات يا طه؟ موجوده الايجابيه حتى في العبادات، نعم موجوده. الشباب ما شاء الله نلقوهم في شهر رمضان، نلقوهم يعني نلقوهم في الصفوف، نلقوهم مكتظة الصفوف، نلقوها بمصلين، نلقوا الزوايا المساجد، نلقوها حتى في أوقات غير صلاة بين الصلوات، نلقوها زوايا المساجد، نلقوها ما شاء الله الشباب مقعمزة شادة المصاحف تقرأ في القرآن، الشباب حتى لو مش شادة مصاحف تقرأ في القرآن شيء زي هذا، تلقاه يسبح، تلقاه مقعمز، تلقاه يهدرز في حديث ديني هو وخوف شيء زي هذا، في أجواء روحانية جدا في المساجد، فهذه جدا ظاهرة إيجابية وجميلة جدا جدا الحقيقة في مساجدنا احنا الحقيقة. إبراهيم تبي تشاركنا؟ إبراهيم والله بسم الله طلبت مني الإيجابية، وأنت قلت جلسة سحور وجاي بتمر وعصير، وقدرش نشوفها بعين الإيجابية ممكن، يعني بقدرش نشوف الإيجابية ممكن، حاولت يعني. مشي هاي. فالإيجابية ممكن كانت على العبادات، أنا أشوف فيهم الحق، يعني كل شبيب حاط شباب، يعني شرطات 30 شرطات لكن حاطين الهركة فوق رقبتهم، ماشي رقبتهم وكلهم الهركة اللي هي يعني البدلة العربية حاطين على رقبتهم وماشيين للجامع، فهذه بروحة إيجابية أنه هو انتقل المرحلة مرحلة في شهر رمضان. إيجابية ممكن في الشباب، في الجمعيات الخيرية تنشط شهر رمضان، دارين السلات الرمضانية هذه مشهورة، كل أسر الأسرة يعني كل أسرة فقيرة يرفعوا لها سلة فيها محتويات أو نظام غذائي كامل محتاجين له في شهر رمضان الكريم. عندنا إيجابية في بعض مثلا برامج توعوية، عندنا نشاطات، عندنا دروس رمضانية نشوف إقبال الناس عليها، بدأت تكون يعني بطريقة معتدلة جميلة، أسلوب مبسط للناس، فنشوفوا يعني كثير من مساجد فيها مشايخ يعني زي ما نقولوا يوصلوا في الموعظة بطريقة جميلة، فهادو الناس عندها إقبال عليهم.
إيجابية ممكن إحنا وجودنا هنا معك يعني هذا هذا إيجابيات يعني. يعني موضوع كبير جدا منكم يعني إنكم أنتم جو في المكان هذا. طبعا يعني طه نشوفوا في إن يعني الشباب يعني بصفة عامة دائما يغلب عليهم التهور، يغلب عليهم طبعا دفاعية دائما، وخاصة إحنا خلينا نكون واقعيين في واقعنا توه في ليبيا. نعم. شوفوا إن الشباب يعني متجه حتى لمسألة إصلاح. مسألة إن هو كل واحد متقوي بسلاحه متاعه وكذا 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 وكذا، هل تشوف إنه ربما يستعمل هذا السلاح وهذا الوحف يعني بشكل إيجابي في الوقت هو في رمضان أو إن لا؟ شنو رأيك؟ مسألة نحن نستخدم السلاح بشكل إيجابي هذا كيف ممكن تكون سلاح أفضل شيء إيجابي إنه يندس مخازن يعني. بس الحقيقة موجودة إن هي الشباب حاليا يعني تحس إنه هو قالق بموضوع السلاح، ما عادش رغبته هلبة إنه هو سلاح، وما عادش يستهوي هلبة بموضوع السلاح. فتلقاهم الشباب حاليا عندهم ميولات تانية، شغلين وقتهم بالكورة، شغلين وقتهم شغلين وقتهم في رمضان تحديدا. يعني انت بتتكلموا في موضوع رمضان، والله عادي حتى برمضان، لكن احنا ربما نخصص موضوع رمضان اكون افضل يعني. تمام. براحتك يعني. بالنسبة لرمضان الشباب اغلبية معبين وقتهم بموضوع انه هو اللي شابح خدمة انه هو يحصل منها دخل، واللي داير موضوع انه هو رياضة، واللي مقسم وقتها بحيث انه هو لو تكلمت على طه، يعني لو تكلمت على طه شخصية طه يعني نبي يعني فعلا قصص ايجابيه، خاصه انت دكتور اسنان وتتعامل مع الفم ويعني رمضان، يعني خلينا نقول لك رمضان يعني. يعني هل في ايجابيه في الموضوع هذا؟ يعني حكينا على قصه صارت معك ممكن او موقف يعني يذكرك بموضوع ايجابي بالنسبه للشباب. موقف تحديدا يعني يذكرني كستوى داخل العياده، ممكن كستوى حاليا حتى برا ولكن نقول لك كمهنه، حتى انت ابراهيم جاهز بخصوص ان هي مهنه الاسنان وايجابيتها في رمضان موجوده حقيقه. يعني انك انت داخل المؤسسه، داخل العياده متاعك، انت داخل العياده متاعك، انت داعيه داخل العياده متاعك، انت مش بس دكتور تشتغل، تشتغل داعيه داخل العياده، توجه في المريض بحيث انه هو يسال فيك، يستفتي فيك بعض الامور. يعني حتى الصحيه هي نفسها في الوقت انت تعطيه يعني حتى المفتي واللي يقول لي واللي الدكتورك يعني باش يسالك في موضوع بعض الامور. فهذه حقيقه فيها ايجابيه، فيها انك انت تعطي تفيد الناس يعني الحقيقه في شهر رمضان، بغض النظر طبعا على بعض الامور الثانيه اللي هي انك انت تخفف عليهم الالام، تخفف عليهم بعض الامور. ففيها خلينا نشوف ابراهيم. يا ابراهيم عندك قصه صارت معاك يعني تحكيها لنا؟ اوكي، هو كان متكلم عن ايجابيه شويه، كل واحد كيف حتى السلبيات قدامك زي ما قلت، سلاح موجود، الخطف موجود، قتل موجود، كذلك حاجات الخير موجودة، الناس الباهية هلبة موجودة، الناس اللي تعطي، الناس اللي تصدق، الناس اللي توزع في الخير قاعدين موجودة. فسيدنا عيسى شنو يقول؟ يعني يوم الأيام مشي مع الحواريين، يعني لاقوا، يقال يعني في الأثر يعني أن لقوا كلب موجود زي جيفة حشاكم ميت أسود، فكلهم قالوا شن المنظر هذا السيء اللي قدامنا. سيدنا عيسى شن قالهم أن انظروا إلى بياض أسنانه، فكلهم قالوا شن السيء هذا، شن اللون الأسود، شن الصنة المش حلوة، شن كل سيدنا عيسى كل لوحة على الجنب وشاف للبياض الأسنان. فعندنا احنا في ليبيا شوف دكتور الاسنان كيف يقول طول جاب لك قصه بياض الاسنان، هو عجبول الاسنان ايوه، اهم حاجه قال دماغي الاسنان. فكل واحد يشوف النظره اللي يشوفها اللي بها هو يعني. فالايجابيه هي انك تشوف او تنظر للحسن بين السيئات، مجموعه السيئات، وهذه طبعا تعطيك شعور اريح، تحسك انك بانك مستريح نفسيا، تحسك بان اللي بحداك البيئه المحيطه بك ممكن تتعايش معها، تحسك انا حتى يعني الناس اللي معك يعني كويسين نوعا ما. لان لو كنت انت بتنظر بالنظره السوداويه، نظره سلبيه زي ما نقولوا، انت والحاجه تاكلها في روحك يعني نقولوا نفسيا تتعب صحتك، يقلب صحتك، وبعدين البيئه المحيطه بك مش حتقدر تعيش فيها. فاللي يقدر يعني ينظر بنظرة إيجابية في حياته هو الإنسان اللي يعيش حياة كويسة. هذه حاجة. حاجة تانية ممكن كم نحكي على الإيجابية والسلبية. إيجابية يعني ممكن شباب ممكن في شهر رمضان نشوفوا أنه يبوا يطلعوا القرش، فنشوفوا اللي يقدر يفرش باش يطلع حوايج، يفرش مثلا ملابس يطلع منها فلوس يطلع، اللي يفرش روائح يفرش، اللي يخدم في دكان يخدم، اللي
كل واحد ينظر نظرة إيجابية للحاجة اللي يبيها. يقول لك أنا نظرة إيجابية مثلا كيف الحاجة تساعدك النظرة الإيجابية، أنك ما تشوفش لأكبر منك، يعني ما تشوفش لحاجة يعني ممكن بعيدة المنال مستحيل توصلها. يعني تقولش أنا مثلا نبي هذيك السيارة الفارهة بكرة اللي مستحيل توصلها، فمنها تشوف لي سيارتك مش مليحة، تشوف لي أنني خدمتي مش مليحة لأنها توفر ليش الفلوس اللي ممكن يشري بها السيارة، تشوف يعني نقول هذيك البنية الجميلة اللي نبيها نزوجها. فأنت غير خليك هدي روحك واحدة واحدة، شوف اللي ممكن خطبتها واللي حتى اللي ممكن يصير منها. أيوة مش تزرطونيش يعني كلمة هيك بكلام أمور تمام. فمش تستريح نفسيا وتمشي الأمور متسهلة. عندك هذا الإيجابية ممكن اللي عندي تبي موقف من مواقف. والله نقول لك يعني إن ممكن أنا حطيت خطة لرمضان، كان نحكي كيف خطة شو نقدر ندير باش نشوف باش نقدر نتعايش بإيجابية مع شهر رمضان الكريم. فحطيت خطة يقول لك يعني قابل القياس قابل للتحقيق يعني، ومكتوبة. فقلت أني عندي أربع حاجات يعني لازم نديرهم. خطة طبعا يكون مجال الصحي أو الرياضي البدني. قلت أني نبي ننقص وزني وأني مش حناكل دقيق قلبة وبيتسات وفارينة وحاجات يعني نشويات، فبنقص من الشيء هذا ومدير برنامج رياضة. فبرنامج اجتماعي قلت أنا حنتواصل مع العائلة وحنزور وحنتصل ترحمي مثلا، حتى اللي قاعد مش قاعد هنا قاعد برا هذا لازم نكلم، أنا بعت له بالشاتنج بالفيسبوك بأي رسالة نوصلها فيها. قلت أني برنامج هذا أول حاجة صحي، برنامج رياضي، برنامج روحاني. انا قلت ان شاء الله حندير برنامج اعتكاف حتى يومين او ثلاثة ايام، بندير ختمات لشهر رمضان يعني ختمات قران حتى قداش ما نقدر، حندير صلاه تراويح، حندير تهجد، حنقري قران شويه يعني لبعض طلبه الاطفال يعني في الكتاب. برنامج كذلك هذا الرابع اللي هو برنامج تثقيفي وتوعوي. حتى ممكن عندك برنامج انت في رمضان صح؟ عندي برامج برنامج برنامج تنموي او اجتماعي كوميونيكيشن سكيلز في التواصل، هذا يدعى لاحد الادعاءات. وعندي برنامج كذلك سميته افكر فيها، كان يعني نفكره كيف مثلا يوم من الايام انني ننظم وقتي، نفكر كيف انني نعيش حياتي سعيد، نفكر كيف انني نتعايش مع مخالفي، نفكر انا كيف نواحد كيف يعني ينظم حياته ويختار تخصصه ويخف من ضغوطات عمله باش يعيش حياته سعيده. فكله تفكير فكر فيها فكر فيها فكر فيها كان عنوانه. برنامج كذلك صحي لاني دكتور اسنان بحكم دكتور اسنان، فطلبوا مني احد الراديوات او الاذاعات المسموعه ان ندير برنامج صحي نستضيف فيه نخبه من الدكاتره، فدرته واليوم كانت اول حلقه ما شاء الله. نعم نعم تفضل. رمضان صار ما شاء الله رمضان يعني عندي كنت معبي ويعني احنا المفروض ما جبناش هنا يطلع في التلفزيون في قناه ثانيه ويطلع في الراديو ما شاء الله. خلينا حاجه لطه طه، اعطينا شنو عندك طه، اعطينا عندك طه صاحبك ما خلاني شيء، هو ما خلاني شيء حقيقي نروح وخلاص انا خلاص كلها كلها كعكه. اعطينا طه شنو عندك انت وش الخطه اللي حاطها الرمضانيه يعني حقيقه في رمضان. هو ابراهيم ما شاء الله حاط جدول، لو تقيم شويه بس فوق. هو ابراهيم حاط جدول ما شاء الله حتى احنا نستفيد به الحقيقه باي جميل. لكن انا نبي طه في رمضان يعني هل مجهز شيء؟ حتى لو ربما حتى ابراهيم يعني هو يقال بان الانسان اذا كان 40 يوم متعود على حاجه يدير فيها ديما وتعود على 40 يوم ما عادش يسيبها، الله اعلم يعني هل يعني مع رمضان معها عادي يعني تبدا زي العاده يعني 30 يوم رمضان وزيد عليهم مثلا 10 ايام من شوال او مثلا ايامات قبلها مثلا من شهر شعبان. ف يعني اعتقد انها ربما تكون تغيير للانسان، ايش رايك انت في النقطه؟ مزبوط اكيد بالتاكيد. هو فيها هو البرنامج اللي انا ماشي به هو البرنامج اليومي العادي اللي انا ماشي به، بس في رمضان يعني تحس بان الشغل اللي انت تقدم فيه في رمضان يعني ليه الحقيقه ليه رونق اكثر او ليه حتى في العبادات يعني تحس انه هو ليه اجر اكثر عند ربي روحانيا، تحس انه هو اجمل اكثر بالحقيقه. يعني هو برنامج اللي هو اللي ماشي به يعني برنامج اللي هو البرنامج انه هو مثلا قراءه قران مثلا، انك انت بتدير ختمات في رمضان، انك انت بتدير وقتك استوى من حتى كنت تقرا فيه في القران في الخلوه بحيث انك تتراجع حتى لو ما خديتش جديد او شيء زاد تراجع القديم تاعك.
وقت للعيادة احتوى نفس الشيء. وكنا دكتور أسنان طبعا ما قدرش نوقف في شهر رمضان. فوقت للعيادة احتوى نفس الشيء. وقت للرياضة بحيث انك وقت لوقت على الأقل الجسم محتاج احتوى نفس الشيء. فهذه هي الجميل يعني. لكن خلينا ننزل في نقطة مهمة جدا اللي هي هل الإنسان أو الشاب يعني إذا كان هو دكتور أسنان أو مثلا مهندس أو طبيب أو يعني طيار أو شيء, هل خلاص هذا هو المجال الوحيد اللي بيخدم فيه واللي بيكون فيه في يومه بالكامل؟ لا, يجب أنه هو يكون لا ما يكون شك. لكن في التنوع الحقيقة, التنوع هو يكون جميل الحقيقة. التنوع في الحياة يعطيك خبرات أكثر في الحياة نتاعك. التنوع يخليك تستفيد أكثر. التنوع الحقيقة تنفع نفسك وتنفع غيرك حتى بالتنوع. أنك يعني حتى الأجيال الجاية أنت بدير أسرة بدير شيء زي هذا, لو أنت كنت بس متوقع في المجال نتاعك أو شيء فهتكون تقدرش تعطيهم أكثر من الأسرة نتاعك. يعني يفتح لك أفاق, بدها تكون مجال هواية ومكان العمل. نعم يعني حتى ممكن أنا أكثر سؤال يعني يسألوا فيها, يعني يقول أنت مثلا أنا خرج هندسة مدنية, فيقول يعني شو جايب هندسة مدنية للإعلام؟ لكن جد يعني هي ممكن إنسان يكون هواية حتى ممكن يعني يعني حتى الشباب بصفة عامة. يعني مثلا تخرج هندسة مدنية إلى الآن شباب في الدفعة بتاعي هنا قاعدين يقول لك يا أما نشتغل هندسة مدنية ونتعين في الدولة, يا أما ما يكونش هنا ما حصلش مكان تاني. فشنو هي الرسالة اللي تحب توجهها مثلا الناس اللي قاعدة ربما قاعدة في مكان واحد في تخصص واحد, ما تبيش تتنوع, ما تبيش تكون إيجابية في الموضوع؟ حقيقة أنا يعز علي الشاب العصامي إنه هو يحب إنه هو يشتغل, يحب إنه هو ما يعني ما نقولش أنا الراجي بس تخرجت من الكلية متاعي وتخرجت من التخصص متاعي الراجي لازم الدولة تعين لي دخلت تخصص متاعي, أو مثلاً أنا قاعد فارغ ما عندي تخصصات تانية. لازم أنك أنت تشتغل في الإعلام, تشوف مواهبك أنت وين بالضبط, تشوف إمكانياتك قدراتك وين تصب, توظفها في الشيء هو وتزيد تنمها بدورات, تزيد تنمها بالاحتكاك في المجال اللي أنت راغبة. لو مثلاً أنا قدراتي إعلام زي حضرتك بشمهندس, نزيد نحتك بالمجال أكثر وأكثر, نزيد ننمي قدراتي, نطور من نفسي, ناخذ دورات شيء زاد. أنا مثلا نشوف في نفسي مرات أن أنا مثلا عندي مجال مثلا في الفن أو شيء زي هذا, بعض الأمور الثانية مثلا شؤون تشكيلية شيء زاد, ناخذ اتجاه بغض النظر طبعا عن مهنتي هي أنا تعبت وقريت وكذا, لازم 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 ناخذها أن هي لازم تكون مهنتي في الأخير. لكن لا مانع من التنوع هو جميل جدا حقيقة. إبراهيم يعني هل عندك بتقول في الشباب اللي قاعدين ما بوش يتنوعوا وقاعدين منغلقين نفسهم وما بوش ياخذوا الموضوع بايجابيه, لكن ربما نقولوا هل تعتبر هذا يعني عدم الايجابيه او سلبيه انك انت منغلق عن نفسك في تخصص واحد؟ هو انا رساله بنوصلها له نصيحه, لكن رساله سلبيه الله غالبا نقول انه حيضرب الحيط يعني الحق. يعني كان مهندس دكتور ما خدمش ويقول لا انا مش حنخدم اي حاجه الا في مجالي, فحيضرب الحيط وحيلقى روحه لهنا ولهنا ولا حصل معاش ولا قدر يتعايش, وفي النهاية قعد في حوشة نفسيا محبط. فإنسان زي ما يقول يكون فليكسيبل مرن, المرونة هي اللي يعيش بها الإنسان في حياته. لو كان مثلا زي ما قلنا دكتور بعد ما تخرج يعني غالبا مش حيحصل خدمة, يعني مهندس هل بأن السوق العمل معبي المهندسين؟ هذه الله غالب رسائل سلبية نقول فيها أنا تو, لكن حقائق ما نقدرش نكون مثالي ونقول لا إحنا ماشي أمورنا. فلو فتح دكان, لو دار مثلا أي خدمة تانية, ما يقولش لا أنا مهندس مترفع على أي حاجة, لا خدمة مش عيب. فإنسان فليكسيبل ينظر الحياة بإيجابية, كل حاجة يقدر يكون يبدع فيها بعدين ربي يفتح عليه. هذه ممكن سؤالك يعني اللي جماعة اللي ما يبوش يتنوعوا. كذلك في كل مجالات الحياة يعني أحيانا قدر الله تخسر صفقة, مش تقولش لا تجارة كلها نام عشان بيها, لا جرب واحدة اثنين ثلاثة. أحيانا قدر الله يعني طلقت من زوجتك أو غيرها في حياة تانية ما صارش منها الزوجة الأولى, أو حتى اخطبت وكذا. ما تتكلم عن الزواج ما عرفش في بالضبط. لا في شيء ترى ريحوني دي في دعاية فمواضيع هيك تصير يعني. فإنسان الحياة يعني يصير صدامات, يعني يصير كيف الآن يكون فليكسيبل وينقذها زي ما نقوله أو يقفز على المرحلة هذه. يعني النقطة اللي طلبتها مني. شيء ثاني الشيء الثاني كان على
الإنسان في حياته كبيعيش بإيجابية، بيعيش براحة، بيعيش بمرونة، زي ما قلنا ما يكونش يعني ينظر إلى الأفق الأعلى هلبة، صح ينظر إلى الأفق بطموح، فلو صادمته حاجة يقفز عليها ويمشي اللي بعدها، لو مثلا جاء أي موقف فيه بديل يحط دائما يحط واحد اثنين بلان بي، هكذا الإنسان يعيش بإيجابية ويعيش براحة نفسية. ممكن لكن أنا ممكن خاطر في بالي شيء، يعني هل تعتبر الزواج هو حق أم يعني جديات؟ لأن أنا أتعرف الموضوع أكثر مرة لازم نسأل فيه السؤال، هو لازم نسأل فيه السؤال هذا وصاحبه قدر بينا. أنا في هذا عندي في فيديو مصور للدكتور إبراهيم نور السؤال، الفيديو وجهة نظر على الزواج، يعني وجهة نظر على الزواج. لا ولا بجديات، يعني هل إحنا ربما كان جيل الثمانينات، إحنا هنا في ليبيا، أو جيل السبعينات، السبعينات وبداية الثمانينات، كل يتزوج في 30 سنة، في 32 سنة، في كذا. لكن لاحظت حاجة توه أن جيل التسعينات، يعني كل بداية في 26، 27 يتزوج. فيعني هنا السؤال، هل كانت الفكرة قبل في جيل السبعينات أو الثمانينات، هل كانت فكرتهم للزواج من هو طموح وليس حق من حقوقهم، وتوه الآن تغيرت ربما نظرة الشاب أنه هو الزواج حق من حقوقه، يعني يجب ان ياخذ الحق، هو مش مجرد ان هو طموح ويحلم وحلم يحلم به. بس شنو رايك في النقطه يا ابراهيم؟ هذا ممكن انتوا ديروا في مشكله، انتوا ما ثبت انت لا في موضوع لك اكشن انت. لا والله لك الفكره، مش انا الفكره، ان ذكرت جيل الثمانينات وجيل التسعينات توا بدو قبل لين 30-35 باش يتزوج، وتوا يعني 27-28 حتى 25 يتزوجوا. فهذه أول حاجة ترجع لثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع تغيرت، أن قبل 35 يقولك لين يكون روحه ولين يبني حوش ولين يجيب دهبه ولين كذا. فتوا في أمور أسهل، حتى إيجار يقبلوا به توا الآن بعض العائلات، حتى ما يجيبش الدهب كامل وبدلة زي ما نقوله، بدلة جل ومش عارف شنو هذا، كل الحاجات هذيك هذه بشكل رسمي اليوم اي فبدوا يجيبوا حاجات بديله يطلبوا عليها في الاول باين اي سكيم تودي لي مشكله، قلت لك ريحني هذا رايح. فبدوا يعني ثقافه تغيرت والناس تغيرت ويعني والعنوسه كثرت، فتغيرت ثقافه المجتمع. وبين 10 سنوات يعني تغير، يعني يعتبر عقد، هذا عقد 10 سنوات يتغير ثقافة المجتمع من أول وجديد. ثانيا يعني الله غالب أنت تبين تكلم إيجابية، لكن في حاجة سلبية مع الزواج المبكر، طلاق مبكر، يعني حقائق، يعني أن كتر الطلاق لأننا مش عارفين حق يعني التعب متاعها، ما زالت منضجش 27 عام منضجش، يعني ينظر الزواج بشهوة فقط، يعني أحيانا ينظر بزواج بشهوة، أحيانا ينظر أن جتني سهلة فنفوتها بسهولة، فقاعد منضجش فكريا. فالحقيقة أن المحاكم كاثرة الطلاق، نعم هذه لازم يعني يدير لنا حل ظاهرة. 6 شهور والله من أحسن العائلات، 2 البنت والولد من أحسن العائلات، منهم يعني حتى متدينين. فالطلاق يعني نسمع كل يوم، نسمع الولد الفلاني حضرت عرسه معقولة، وبنت هذيك زوجه طلقوا. فهذه يعني الحق حاجة سلبية. فلما ذكرت انت يعني الايجابيات، في ايجابيه ان واحد يتزوج بكري، لكن في سلبيات ظهرت على المجتمع لازم نشوفوا لها حل. هذا ممكن تجاوب كويس، يعني هذا ممكن وجهه نظر شخص خايف من ثباته وبيش تعمق في الموضوع، فهمت؟ لكن جديات يعني طه انت يعني وجهه نظرك لل، طبعا انا قلت موضوع ايجابيه لان الزواج فعلا ايجابيه، ويشير يعني المصور يعني ممكن مازال 3 دقائق او 3 دقائق على دقيقتين او دقيقه يعني على نهايه البرنامج، لكن احنا خلينا نستغلوها بنسمع منك كلمتين. يعني اتكلم فعلا الزواج المبكر هو يعني اصبح يعني شيء ايجابي من وجهه نظر مبدئيه، لكن في وقت السلبيه اللي هي بالنسبه للطلاق ترتفع في الاعمار الاولى. هل تشوف ان يعني عدم نضوج الشباب ودريتهم بمصاعب والهموم تاع الزواج، يعني انظرنا بشهوانيه بس، يعني اصحاب ان هو قضاء شهوه بس، يعني الزواج هو مسألة إن الشاب عمره 27 سنة قاعد ما مش ناضج، هذه صعب إنك تقول 27 سنة مش ناضج.
بس 27 سنة هو في الوقت الحالي كشباب نحن في ليبيا هيك والظروف الحالية حتمت عليه انه هو يكون مش في المسؤولية او مش في المستوى، لانه هو ظروف الحياة ما توفرت لاش، ممكن هو ما او ممكن هو ما عرفش كيف يربط، هو ممكن ما عرفش كيف يجهز يربط حياته بحيث انه هو انا جايني مستقبل زواج، جايني شيء زي هذا، ما يفكرش في موضوع هو بكري، يعني ما يفكرش في موضوع هو ممكن في ال 21 وممكن في 22 شيء زي هذا، وصل ال 25 26 27 يلقى روحه هذاك الوقت هو كيف متخرج من الجامعه، وهذاك الوقت هو بيبدا يشتغل وباش بيوفر معاش وباش بيبدا بعدين فلو وفرت له الفرصه انه هو ابوه مثلا مترف او شيء زي هذا انه هو يزوجه بكري في ال 27 زي ما قالك ابراهيم بتجيه بالسهل، لا قدر الله مرات يفرط فيها بالسهل، انه هو يحسب موضوع يعني انه هو مش مسؤوليه، ما فيش مسؤوليه يعني قلت نضج يعني قلت نضج بالفعل خلت نضج لكن ربما تكون يعني ما انت حل يكون يعني انا فعلا مره سمعت واحد من الناس متخصصه في تلفزيون وفي قنوات ليبيه قاعد يقول بان يجب ان يكون اي مثلا شخص بنت ولد بيتزوجه لازم يحضر دوره لكيفية التعامل مع الزوج او مع الزوجه، والدوره يحضرها الزوج بالفعل خصائب ضروري جدا يعني فعلا موجوده في بعض الدول الاسلاميه زي ماليزيا وشيء زي هذا، ان هم في بعض الدول مرات قبل ما تتزوج انك انت تخضع لي دوره تاهيليه حياه زوجيه بحيث انك انت تكون قد مسؤوليه، يعني لان موضوع الزواج الاخصائيين الاجتماعيين اللي يتكلموا على موضوع الزواج لما يختصروا موضوع الزواج تسأله تقول لشني يطلب مني زواج يقول لك كلمة واحدة هي مسؤولية بس هذا هو اللي يقوله لك لازم تكون قد مسؤولية قد مسؤولية فهمني يعني شاب يعرف لازم يعرف انه هو الزواج راهي بتواجهها صعوبات بيتغاضى عليها بتواجهها مشاكل لازم بيمسحها وشي زي هذا الطرفين الشركاء بيشتركوا في حياة جديدة بتواجههم طباع مختلفة بتواجههم ظروف حياة ربما مرات المادية وشيء زي هذا بتكون صعبة في الفترة الأولى بتكون هي مرحلة التعارف الفترة الأولى صعبة جدا فالمرحلة هذه هي اللي لازم أنه هو الشاب والشابة لازم أنهم يصبروا عليها يعني في حكيم سأل ولده كيف مقبل على الزواج قال جاي شاف حوشة وشيء زي هذا لقاه حوش ما شاء الله جميل جدا وفيه كل شيء قال له جيب لي ورقة وقلم قال يا ابوش من دير بولقه وقلم تو انا تو حاليا كيف متزوج انت تو ثاني يوم جيت تزورني تبي ورقه وقلم قال انا ابي ورقه وقلم مش جايب له ورقه وقلم قال له جيب لي معاهم محايه قال له اكتب تو الشاب كتب قال له امسح قال له اكتب كتب قال له امسح بعدين الشاب قلق قال لي ابو قال يا ابوي انت تقول لي اكتب وامسح اكتب وامسح شو تبي بالضبط قال له لو ما قلت لكش امسح لو قلت لك اكتب كانت الورقه تو من دقيقه ولا دقيقه ونص تعبت خلاص وما لقيتش وين تكتب فهذه الحياه الزوجيه مساله انك انت لازم تكتب جميل. وتمسح تكتب وتمسح تتغاضى والفتره الاولى دائما تكون فيها صعوبات السنوات الاولى في الزواج هذه طيب انا حرقت عليكم شويه على الزواج وان شاء الله ربي يسهل لك يا ابراهيم الحق انا سعيد جدا باللي سمعته وان شاء الله عدد طه الدكاتره ديما ما شاء الله ناشطين وبتزوج وانا سعيد جدا حق بموجود بيناتكم مع هذا السحور الجميل جدا يسعد والله لا جميل جدا والله بكري زود تفضل تمر من بكري جيب لنا حاجتين بعد الهواء ان شاء الله مشاهدينا الكرام حقيقه كانت جلسه يعني هم شباب مش متخصصين مثلا بتودوا على الزواج مثلا بتمعن او الايجابيه بتمعن ولكن هذا راي شباب وكلام شباب وسهره مع شباب وسحور مع شباب مشاهدينا الكرام نلتقي باذن الله تعالى في جلسات اخرى وبرامج اخرى في رمضان من قلب العاصمة طرابلس في ليبيا بصفة عامة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.